chanson. سبحوه في جلال قوته هللويا هللويا يسوع. في موبايل ضايع 1110 اللي لقاه موبايل 1110. سبحوه على مجد راته هللويا هللويا يسوع. صام لا أربعين يوما سبحوه ككسرة عظمته اللي لويا اللي لويا يسوع المسيح. صام لا أربعين يوما سبحوه بصوت هللويا هللويا يسوع المسيح. صام عنا أربعين. سبحوا بمزمار يا يسوع المسيح. صام أربعين يوما وأربعين سبحوه بضفوف وصفوف هللويا هللويا يسوع. صام عنا أربعين يوما وأربعين أيلا سبحوا بأوطان وأرغون هللويا لويا يسوع المسيح. صام عنا أربعين سبحوه بصنوق
حسنة الصوت اللي لو يا اللي لو يا يسوع المسيح صام أربعين يوما وأربعين ليلة سبحوا بصنوج تهليل الليلويا المسيح صامعنا أربعين يوما عين ليلة كل نسمة فلتسبح اسم الرب إلهنا أليلويا يسوع المسيح صامعنا أربعين يوما ليلة زق سبتري كأجيو ابن وماتي الليلويا يسوع المسيح صامعنا أربعين يوما ليلة كان كأي كيس أستوني أونون آمين الليلويا يسوع المسيح صامعنا من وأربعين ليلة الليلويا الليلويا زوج صانسي أنثي من الليلويا يسوع المسيح صام أربعين يوما وأربعين الليلويا يا بيؤو فبالنوت بألم لو يا يسوع المسيح ابن الله اسمعنا وارحمنا جفس مرؤوت جفيوت نم بشيرين بابن ومائس وابتد رياس تجي كمولت نوشت مستنتي أوناس طوبى للرحمة على المساكين فالنير رحمة
لهم المسيح سنت نجوم شوبن من امين اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر يا ابانا الذي يتقدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي للغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك. تفضل اقعد. هنقول مع بعض مديح أبانا الذي في السماوات. أبانا الذي في السماوات تمجدك كل نصرخ إليك في ضيقات يا أبانا الذي
يتقدس اسمك يا معين، وليتبارك في كل حين ارحم عبيدك الخاطئين يا أبانا. سماوات ليأتي ملكوتك يا ربي، وروحك القدوس يملأ قلبي. هذا رجائي وطلبي يا أبانا. في السماوات لتكن مشيئتك في كل حين نافذة، ونحن لها خاضعين. اجعلنا لأوامرك. كما في السماء كذلك على الأرض أنت السيد الملك. نجي عبيدك من المهالك يا أبانا. الذي في السماء خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، ما يا ذا كثيرة لا تعد يا أبانا. الذي في السماوات واغفر لنا ذنوبنا يا مولانا يا ربي، بما رحمك لا تنسانا كرحمتك، وليس كخطايانا يا أبانا. الذي في كما نغفر نحن للمذنبين إلينا والأعداء المسيئين، علمنا أن نكون متسامحين يا أبانا. الذي في السماوات ولا تدخلنا في تجربة يا
لا هنا وإن سمح فلا تتخلى عنا وعلى احتمال التجارب أعنا يا أبانا الذي في السماوات لكن نجينا من الشرير يا صاحب الأمر والتدبير أنت يا إلهي على الكل بصير يا أبانا الذي في السماوات بالمسيح يسوع ربنا أقبلنا يا ربي بما عنتك اشملنا وبصوتك الفارح أسمعنا يا أبانا الذي في السماوات لأن لك الملك والقوة والمجد والعظمة والقدرة بك نسير من قوة إلى قوة يا أبانا الذي في السماوات إلى أبد الأبدين آمين. اجعلنا في إيمانك ثابتين واسمعنا عندما نصرخ قائلين يا أبانا الذي في السماوات جف اسمرؤوت جف يوت نم بشيرين بي ابنف ما إث أوام تترياس إتجي كفور تن أوش تموس تنتي أونستو بالروح مساكين فإن رحمة حل عليهم المسيح يرحمهم في يوم إن ويحل بروح فيه. هنقول مع بعض ترنيمة قلبي بيفرح. قلبي بيفرح لما بيسمع صوت
فادينا قلبي بيفرح لما بيسمع صوت فادينا لما بيحضر في وسطينا بيعزينا صوت يسوع الحلو دايما صوت يسوع الحلو دايما صوت يسوع الحلو دايما بيعزينا صوت يسوع الحلو دايما بيعزينا لما نصلي لما نجاهد لما نرنم لما نصلي لما نجاهد لما نرنم روح الله يرشد ويبارك ويعلم صوت يسوع الحلو دايما صوت يسوع الحلو دايما صوت يسوع الحلو دايما بيعزينا صوت يسوع الحلو دايما بيعزينا نغلب إبليس وجنوده وسهامه نغلب إبليس وجنوده وسهامه لما نكون حاملين كتابه نقرا كلامه صوت يسوع الحلو دايما صوت يسوع الحلو دايما صوت يسوع الحلو دايما بيعزينا صوت يسوع الحلو بيعزينا لو دخلنا العمق حنشاهد جماله لو دخلنا العمق حنشاهد جماله ونتمتع بأوصافه وجلاله صوت يسوع الحلو دايما صوت يسوع الحلو دايما صوت يسوع الحلو دايما بيعزينا صوت يسوع الحلو دايما بيعزينا صوت يسوع تسمع وتخضع له الطبيعة صوت يسوع تسمع وتخضع له الطبيعة والرياح تهدأ وتكون له مطيعة صوت يسوع الحلو دايما صوت يسوع الحلو دايما
صوت يسوع حلو دايما بيعزينا. صوتي الشمامسة يشوف الأخ العزيز ابن الروح القدس الإله الواحد أمين. نجاوب شوية أسئلة. سؤالين من مشاهدي سي تي في. السؤال الأول: هل أخاف المسيح أم أحبه؟ وهل يرتبط الحب بالخوف؟ البداية هي مخافة الله، إن الواحد يخاف يغضب ربنا، يخاف يضيع مستقبله الأبدي، فيبتدي يطاوع وصايا الله. ولما يطاوع وصايا الله يجد فيها لذة، ويجد إنها كويسة لحياته، ويحب وصايا ربنا، وبعدين يحب ربنا. فالبداية بالخوف والنهاية هي المحبة. لذلك الكتاب بيقول: بدء الحكمة مخافة الله. تبتدي بمخافة الله لغاية لما تصل إلى محبته. لكن واحد يقول أحب ربنا ويمشي على مزاجه ويغلط، دي مش محبة. ربنا بيقول: من يحبني يفعل وصاياي. ولما يصل إلى المحبة ما يبقاش عنده خوف، يبقى عنده مجرد مهابة لربنا. لكن خوف لا، لأن الكتاب بيقول المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج. لكن مين فينا وصل للمحبة الكاملة؟ لسه بدري. وبيقول: ولماذا القديسين اختاروا طريق القداسة؟ وما عايزهم يبقوا ايه؟ اختاروا طريق الخطية، وده شيء طبيعي. ربنا بيقول: كونوا قديسين كما اني انا قدوس. هل لكي ينالوا الحياة ويتجنبوا الموت والجحيم ام حبا في المسيح؟ الاتنين مع بعض. واحد بيقول: ابني في أولى جامعة وبيتعاطى مخدرات. دي واحدة بتقول: ابني في أولى جامعة وبيتعاطى مخدرات، وزوجي بيسكر كل يوم.
ما دام الزوج بيسكر الابن ياخد مخدرات؟ ارجو الصلاه لاجلهم لاني متعبه جدا وكل قلق. يقول وقد ذهبت للاب الكاهن ولم يستطع ان يفعل شيئا معهما، بقت عاده عندهم ومش قادرين يبطلوها. ربنا يستر. واحد بيقول انا طالب في كليه الطب ولي موهبه صوتيه في الترانيم والالحان، وفي نفس الوقت انا خادم في مدارس الاحد، ووقتي اعطيه لخدمه مدارس الاحد وافتقاد الاولاد وتحضير الدروس، ولكن مسؤول الكورال بالكنيسه يضغط علي للانضمام الى الكورال ويعتبر خدمه مثل خدمه مدارس الاحد. مش عارف ايه دي. حاولت افهمه ان الكورال نشاط فرعي وانا خدمه مدارس الاحد هي اساس، ووجه له وقت محدود لان علي عن اختبار بين نشاط الكورال وخدمه مدارس الاحد. يا حبيبي، اولا تهتم بدروسك في كليه الطب، تضيع وقتك كده على طول وبعدين تيجي وقت الامتحان لا ينفعك كورال ولا مدارس احد. لكن مع ذلك خدمه مدارس الاحد مفيده لحياتك الروحيه، بس الحكمه انك توزع وقتك بطريق سليم. ربنا بيقول يعني بيدينا ان احنا نقدس يوم في الاسبوع، خلي اليوم اللي في الأسبوع ده للخدمة زي ما أنت عايز، واهتم بدروسك كويس، لأنك لو فشلت في دروسك تبقى مثال سيء في مدارس الأحد. واعتذر عن الكورال دلوقتي، إذا كان ممكن في الصيف معلش وأنت فاضي، لكن في السنة الدراسية لا. واحد بيقول يقول الكتاب المقدس إن الله لم يره أحد قط، ويقال عن السيد المسيح إنه كان أبرع جمالا من بين البشر، فنحن حينما نصلي ونسبح كيف نتصور أو نتخيل صورة الله في أذهاننا؟ جوهر الله لم يره أحد قط، لكن السيد المسيح قال من رآني فقد رأى الآب. يعني إحنا رأينا الله في ابنه في شخص يسوع المسيح، لكن الله في جوهره غير المحدود لم يره أحد قط. واحد بيقول أنا طالب في الجامعة وأعاني من مرض السكر، وآخذ كل يوم حقنتين يا ابني دي مفعول به، حقنتين أنسولين، وأريد أن تباركني بصليبك لأني حاولت أن أقابل قداستكم ولم أعرف، لأني بدخل في غيبوبات. لا سلامتك ألف سلامة. تدخل في غيبوبات وبتاخد حقنتين انسولين، يبقى لازم السكر عندك كتير قوي، يعني مش حاجه عاديه. ربنا يديك الشفاء ويكون معاك.
مش عارف اخبارك مستلم ازاي. واحدة بتقول يا بابا عايز أسأل إن لو ربنا أدى الواحد وعد في الكتاب، وعد كتابي في موضوع معين مثلا زي الارتباط بشخص معين أو العمل، ومش الموضوع اللي هو الارتباط والموضوع وقف، عند كده الآخر دي كده الواحد خد وعد غلط، كده الواحد خد وعد غلط، ولا ربنا قصد يديه الوعد علشان يمشي في الموضوع وبعد كده توقف. أنا ما أعرفش إزاي ربنا اداكي وعد، اداكي وعد إزاي؟ ظهر لك في رؤية، كلمك بصوته، جاي ملاك قال لك ايه كلمه خدت وعد من ربنا ازاي؟ اما كلمه وعد كتابي، في ناس ساعات يروحوا فاتحين الكتاب المقدس واللي يقروه يقولوا ده وعد. يا ريت تقدر تفهميني ولو المره الجايه، ما هو الوعد الكتابي اللي خدتيه؟ ووعد كتابي في الارتباط بشخص معين، يعني طلعت آية إنك أنت تاخدي فلان، دي حاجة تمخ ولا لأ؟ يعني إيه؟ أو الارتباط عموما وفي مخك. أحسن حاجة ليكي إنك تقولي يا رب لتكن مشيئتك، أنت يا رب تختار لي الصالح وأنا ما أعرفش الصالح ليا زي ما أنت تعرفه. واحد بيقول حتى سن كام شرب الطفل اللبن؟ أثناء الصوم كم مرة في اليوم؟ ما تدققوش على الأطفال أرجوكم، دول في سن نمو، ولو ما غزنهمش تجيلهم أمراض. الأطفال ما نقدرش نقول تحت أي سن، على حسب حالته الصحية وعلى حسب حالته الروحية، لأن الطفل ساعات في السن ما يفهمش إيه هو الصيام ده. واحد بيقول أحلم باستمرار وبصفة متكررة بإني في الثانوية العامة وقد قارب الامتحان، ولكن المادة اللي في يدي لم أستذكرها ولا أعرف فيها شيء. ده حلم ولا إيه؟ وأقول في الحلم إزاي هعرف أحل وأنا لم أنتهي من المادة ولم أعرف فيها شيء؟ ويسكنني الخوف والقلق في الحلم، تكرر هذا الحلم أكثر من 20 مرة، فماذا تقول قداستك؟ هل هو حلم أم رؤية؟ ولماذا التكرار؟ هل هو من الله يريني أني سأدخل الامتحان؟ أول حاجة أحب أقول لك ما الفرق بين الحلم والرؤية. الحلم
يعني حاجة تشوفها وانت نعسان وانت نايم، ده يبقى حلم. الرؤية تشوفها وانت صاحي، ده الفرق بين الأحلام والرؤية. لكن كون انك انت تحلم انك بتخش الامتحان، دي غالبا حاجة في عقلك الباطن، انت مشغول بالنقطة دي، فمشغوليتك بالنقطة دي وتفكيرك فيها دخلت في عقلك الباطن، وبعدين تطلع من عقلك الباطن كحلم. على أي الحالات ذاكر، واحد بيقول أنا سيدنا والدتي أعطتني مبلغ من المال وقالت لي دليك أنت وبنتك ونسيت، ثم تعبت وأعطتني مبلغ تاني، يعني ما خدتش بالها أن هديته فديته مرة تاني، وكل ما تعوز حاجة أجيبها لها، هل المبلغ الذي أعطته لي من حقي أو من حق؟ ويريد تدلني. هو كان مفروض لما اديتك المبلغ للمرة التانية تقولها يا ماما أنت اديتيني قبل كده، وتستفسر، مش تروح واخده في سكوت كده بدون ما تتكلم. الأمانة أنك تقول لها كده، فأنت أحسن حاجة عشان تريح ضميرك بدل ما تسألني اسألها هي، قول لها انت مرة اديتيني وجيتي مرة تانية اديتيني، كنت نسيتي ولا انت عايزة تديني زيادة؟ هي اللي تجاوبك مش انا. واحدة تقول ماذا أفعل في فترة الخطوبة؟ حاولي في فترة الخطوبة أنك تفهمي خطيبك ده وتعرفي طبعه وعقليته وتشوفي تقدري تنسجمي معاه ولا لا، لكن ما تاخديش فترة الخطوبة في عواطف لا تودي ولا تجيب. وبعدين في الآخر بتقول لي يا سيدنا أنا نفسي أسلم عليك. طب أنا سلمت على حوالي 1000 واحد ما دخلتوش ليه؟ وما أقدرش أقول دلوقتي مين اللي بعتالي جواب وعايز أتسلم علي، ما أقدرش، كل واحد يرفع إيده. واحدة بتقول ليه السمك ما يتاكلش في الصيام الكبير؟ وبيسمع بيه صيام الميلاد. الصيام الكبير هو أقدس صوم في السنة كلها، وصومنا بطبيعته أكل نباتي، والسمك مش نبات، حيوان، فيبقى ما نقدرش ناكله، لكن بناكله في بعض الصيامات الأخرى اللي هي أقل في مستواها الروحي، يعني على اعتبار ان احنا الاصوام اللي عندنا حوالي 3/4 السنة، فجايز الناس يحتاجوا للبروتين الحيواني، فالكنيسة بتخلي الاصيام اللي من الدرجة الاولى ما ياكلوش فيها سمك، وبقية الاصوام ممكن ياكلوا فيها سمك. والاصوام اللي من الدرجة الاولى هي الصوم المقدس 40 ومعها أسبوع الآلام
طبعا والأربع والجمعة لأن كلها أصوام سيدية. وطبعا صوم نينوى لأنه رمز للمسيح فبيمر ثلاثة أيام. واحد بيقول حلم حياتي هو إني أحب فتاة وهي تحبني، فهل من ممكن أن يتحقق ذلك مع أن عمري لم يتجاوز 20؟ شوف يا ابني، الحب الحقيقي هو اللي ينتهي بالزواج، لكن تحب بنت وتتعب عواطفها وهي تتعب عواطفك ومش ممكن تتجوزه، يبقى يعني تعب من غير نتيجة. وانت عمرك 20 سنة، هل خلصت دراستك في 20 سنة؟ هل اتوظفت؟ هل اتخرجت ولقيت وظيفة؟ ما هو الناس دلوقتي بيروحوا حتى الجامعة ويتخرجوا ملقوش وظيفة. فهتتجوزها وتوكلها أكسجين هوا يعني؟ ابتدي في الحب لما تشعر إنك أنت قادر تفتح بيت. دلوقتي بدل ما يكون حلم حياتك انك تتجوز واحدة وهي تحبك، خلي حلم حياتك انك تنجح، انك تاخد وظيفة، انك تتخرج. ده الحلم اللي ممكن يتحقق. واحد بيقول لي ما موعد الزيارة القادمة؟ هي الزيارة باستمرار كل اسبوعين الا لو حدث طارئ. فلو حدث طارئ بيكون واضح في الجرايد في المجلة بنقول لكم يعني. سؤال: هل سيتم صيام الطالبات للرهبنة بدير أبو سفين قريبا؟ هم عندهم على ما أظن حوالي 20 واحدة طالبات رهبنة، لكن قبل ما طالبات الرهبنة يترسموا راهبات لابد نعين لهم رئيسة، لأن لغاية دلوقتي ما فيش رئيسة لدير أبو سيفين بعد نياحة أم نائرين. فنخطي خطوة بالتدريج كده، في الأول تعيين رئيسة وبعدين رسامة الراهبات. واحد بيقول لماذا لا يتم رسامة أكثر من كاهن في كنيسة العذراء وأبو سفين بالشرقة بدولة الإمارات؟ لأن عدد الشعب فيه ازدياد كبير جدا، وكاهن واحد لا يستطيع أن يقوم بالخدمة وحده. فمثلا التناول بيستمر أكثر من 1.5 ساعة، وهذا مرهق جدا للأطفال والكبار. احنا لسه ما دشناش كنيسة الشرقة، غالبا لما اروح دبي ودشن كنيسة دبي والشرقة معاها. اما حكاية طلب اكتر من كاهن،
ضايقيني من الكهنوت هناك، يجيني من نيافة الأنبا أبراهام مطران القدس والبلاد دي، بلاد العربية دي، ويجيني من الكاهن الموجود. لكن ما أقدرش أقول أرسم لكم كاهن، لأن جاني سؤال في اسكندرية يقول لي كذا، كل حاجة تكون بطريقتها المظبوطة. المطران يطلب مني والأسيس ويقولوا لي إيه الحكاية، ولو أقول لهم ده القداس عندكم بياخد التناول ساعة ونص يقولوا لي عرفت منين، أقول لهم واحد في اسكندرية ما أعرفش اسمه كتب لي ورقة وقال لي كده. أنت تحب أمشي بالطريقة دي؟ خد الأمور بعقل. واحد بيقول ما هي آخر أشعار قداسة البابا؟ ما تقولش آخر أشعار، قول أحدث أشعار. هذا السؤال ده سألوني الشيخ الشعراوي. واحد بيقول الكتاب المقدس بيقول إن ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الآخر. إزاي إيليا صعد إلى السماء؟ هو في سماوات عادية ممكن الإنسان يصعد إليها، بدليل إن بولس الرسول صعد للسماء الثالثة اللي هي الفردوس. وليه سموها السماء الثالثة؟ السماء الأولى هي الفضاء الجوي اللي انتوا بتشوفوه اللي بتسبح فيه الطائرات والطيور، يسموها سماء. والسماء الثانية هي الفلك اللي فيها الشمس ونجوم ومجرات، ودي ما حدش طلع لها أبدا. والسماء الثالثة فوق دي هي الفردوس. أما السماء اللي ما فيش حد صعد إليها هي سماء السماوات، سماء السماوات. يعني لو كل السماوات دي اعتبرت أرض يبقى دي السماء بتاعته اللي هي فيها عرش الله، فدي طبعا ما حدش طلعها ولا إليه ولا غيره. واحد بيقول لماذا سمح الله أن يجرب من الشيطان المسيح؟ يعني مع إن المسيح له السلطان على كل الأشياء. هو جرب من الشيطان لكن انتصر على الشيطان في كل التجربات، علشان يورينا أن مهما كانت التجربة ممكن الانتصار عليها. واحدة بتقول أنا فتاة مخطوبة منذ سنة وخطيبي شهواني جدا لأنه لا يعرف طريق الكنيسة، وإذا ضغطت عليه يذهب بحزن، وأنا خادمة في الكنيسة وأب اعترافي قد منعني من موافقته على هذه الشهوات إلى آخره.
ماذا أفعل إذا كنت قد خطبت من قبل وفسخت الخطوبة؟ ما هي نصيحة؟ لا، ما تستسلميش لشهواته، لأن لو تمم شهوته فيك ممكن بعد كده يسيبك ويمشي ويبقى لا طولت لا سما ولا أرض. خليك ماسك نفسك كويس، لأنه كمان لو أنت غلطت معاه واستسلمت لشهواته هياخد عنك فكرة إنك من النوع اللي ممكن يغلط. وبعدين يقول أنا لا أثق بالبنت دي بعد كده، ده أنا اختبرت بنفسي طلعت كذا كذا كذا. خليك ماسك نفسك، وكل ما تمسكي نفسك كل ما هو يحترمك أكتر. كمان شخص ما عندوش طريق للكنيسة، طب لما اتجوزت معه ما عندوش يعني علاقة بربنا تبقى الحكاية ايه؟ برضو لازم تخليه يكون عنده أب اعتراف وإنه يروح الكنيسة، أو تلحقه تتجوزه بسرعة. ولو إنك أنت لما تتجوزي واحد بسرعة كده وبتقولي عنه إن إنسان شهواني، ما تضمنيش شهوته تروح عند نساء تانيين. ما هو الإنسان الشهواني، أنا مش عايز أخوفك لكن بيحصل كده، لا يحب أن يكتفي بامرأة واحدة، يلفلف وتبقى عينه زيغة وتبقى حكايته حكاية. لازم يتربى ويتقدم. لو ما عرفتش تظبطيه هيسرح. ولا مؤاخذة أنا بكلم معكم بصراحة، لكن يعني زي ما هي سألت بصراحة بجاوبها بصراحة. قدام بيانس أهلا وسهلا يا جيتو. نشكر ربنا. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أنا قلت لكم كتير إن الله في عطائه وفي سخائه يعطي دون أن نطلب وفوق ما نطلب. وعايز أشرح لكم عبارة إزاي ربنا يعطي دون أن نطلب. أول عطاء لله كان دون طلب، يعني طبعا خلق الإنسان دون أن يطلب، ما كانش موجود. وادى للإنسان عقل دون أن يطلب، وباركه دون أن يطلب منه بركة، وسلطه على جميع حيوانات البرية وطير السماء وسمك البحر دون أن يطلب، واداله حواء دون أن يطلب. ربنا ما قالوش أنا عايز واحدة تكون معايا، لكن اداله دون أن يطلب. وهكذا ربنا في كل عطاياه من زمان كان يعطي دون أن يطلب، دون أن نطلب. كأب يعطي أولاده دون أن يطلبه، ما ينتظرش الأب لما ابنه يقول عايز كذا وكذا، بيجيب له، يعرف احتياجاته ويدهاله
دون أن يطلب. عشان كده السيد المسيح قال الله يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها، فأنتوا بس اطلبوا ملكوت الله وبره وكل هذه الأمور تزدادونها. وهو كراع صالح يعطي دون أن نطلب. الراعي ما بينتظرش الغنمات يقولوا له عايزين ولا مش عايزين، هو بيقودهم إلى مراع خضر وإلى ماء الراحة دون أن يطلب. هكذا ربنا باستمرار. لما نستعرض حياة القديسين نشوف إن ربنا كان بيعملهم بالشكل ده. يعني مثال كده، يوسف الصديق اترمى في السجن ظلما، كل ما كان يطلبه أن يخرج من السجن، لكن ربنا دون أن يطلب أعطاه أن يكون الثاني في المملكة وأن يكون أباً لفرعون، وأعطاه دون أن يطلب موهبة تفسير الأحلام، عشان كده قدر يفسر أحلام فرعون وينقذ فرعون من المجاعة هو وشعب كل مصر. اقروا الكتاب المقدس ما تلاقوش فيها آية واحدة إن يوسف قال له يا رب اديني الموهبة دي أو اديني إن أنا أكون الرجل الثاني في المملكة. بنفس الوضع لوط مثلا، شبي مع أهل سدوم ولم يطلب إطلاقا أن ينجو من السبي، لكن ربنا بعت له أبانا إبراهيم فأنقذه من السبي. وبعدين لما ربنا نوى يحرق سدوم لشذوذها الجنسي نجى لوط دون أن يطلب، أخذوا هو ومراته وبنتينه وخرجكم برا المدينة دون أن يطلبوا، وإن كانت مراته لخبطت في السكة. أيضا نلاحظ هذه البركة من ربنا في جميع الأمور. يعني إحنا أخطأنا وبالخطية استحققنا الموت، وربنا دون أن نطلب أعطانا معجزة التجسد ومعجزة الفداء. ما كانش حد فينا يجرؤ أنه يقول له يا رب أنت تتجسد علشان تموت من أجلنا، مش ممكن. لكن دون أن نطلب أعطانا معجزة التجسد والفداء، ودون أن نطلب وعدنا في الأبدية بأن يكون لنا ما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر، وإن احنا نكون بأجساد روحانية ونكون كملائكة الله في السماء. عمرنا ما طلبنا هذا الطلب، ولكن ربنا وعدنا به دون أن نطلب. خدوا مثل من الأمثلة البارزة، مثلا شاول الطرسوسي كان يجر رجالا ونساء إلى السجن
بجوابات من رئيس الكهنة. عمره ما طلب أن يبقى مسيحي، عمره ما طلب أن يبقى مسيحي، وبعدين ربنا يظهر له في الطريق دمشق، وعمره ما طلب هذا الظهور، وبعدين بعد ما عاتبه عينه رسولا من الرسل. هل كان شاول الطرسوسي يظن في يوم من الأيام أنه يبقى الرسول من رسل المسيح؟ ده كان بيضطهد كنيسة المسيح، لكن دون أن يطلب ربنا أخده وعمله رسول. ومش بس كده، وإنما في يوم من الأيام أصعده إلى السماء الثالثة وسمع أشياء لا ينطق بها. هل معقول إن بولس كان هيطلب إن يصعد للسماء الثالثة ويشوف أشياء لا ينطق بها، يسمع أشياء لا ينطق بها؟ لكن ربنا أعطاه له هذه النعمة دون أن يطلب. كذلك الأحلام المقدسة التي يعلنها الرب للناس دون أن يطلبوا. هل كان الصبي يوسف الصغير ممكن يطلب من ربنا أن يديله أحلام أنه أخواته هيسجدوا ليه مثلاً؟ ما كانش يفكر في دي أبداً، ده كان عيل صغير. وهكذا كل الذين رأوا أحلاماً من الله أعطاها لهم الله دون أن يطلبوا. دي حاجة من عند ربنا. سواء الناس اللي أعطاهم أحلام دون أن يطلبوا، أو الناس الذين أعطاهم الله موهبة تفسير الأحلام زي يوسف وزي دانيال النبي دون أن يطلبوا. كل دول ربنا أعطاهم مواهب دون أن يطلبوا. كذلك موهبة النبوة أعطاها الله لبعض الناس دون أن يطلبوا. في يوم من الأيام ظهر لولد صغير كده فتى اسمه أرمية، قال له أنا هجعلك نبياً للشعوب وهتعمل وتعمل وتعمل. قال له يا رب ده أنا سن صغير، ده أنا فتى، ده أنا عيل صغير. قال له زي ما أقول لك هيحصل لك كده، وأنا هكون معاك. هل هذا الفتى الصغير كان يمكن أن يطلب أن يصير نبياً ونبياً للشعوب وأنه يستطيع يقلع ويغرس؟ لا، لكن ربنا أعطاه دون أن يطلب. وأيضاً موسى النبي وهو موجود في قصر فرعون وسط عبادات كثيرة من العبادات الفرعونية القديمة، هل كان بيفكر أنه يبقى نبي؟ كانش بيفكر أبدا. ولكن ربنا في يوم من الأيام قال له أنا هبعتك الفرعون وهيحصل ويحصل ويحصل، وإدى للعصب قوة في العصب بتاعته يحركها تحصل معجزات. عمره ما كان بيفكر أنه يطلب معجزات،
وقال له أنا ثقيل الفم واللسان ما منفعش في الكلام ده، ارسل بيد من ترسل لكن أنا منفعش. قال له لا أنا هبعتك، وصار أعظم نبي في العهد القديم دون أن يطلب، دون أن يطلب. ونفس الوضع لما ربنا اختار إبراهيم أب الآباء، هو ما كانش يفكر إن ربنا يختاره، لكن في يوم من الأيام ربنا ظهر له وقال له أنا أباركك وأبارك نسلك، وبنسلك تتبارك جميع قبائل الأرض، وأجعلك أنت نفسك بركة، وأبارك مباركيك ولعنك ألعنه. إيه ده؟ هل كان إبراهيم يطلب الحاجات دي ولا فكر فيها؟ لكن قد كان دون أن يطلب. ولما أنجب ابنه إسحاق وطلب منه أن يقدم إسحاق محرقا، هل إسحاق فكر أو طلب من ربنا أن ينجيه؟ لا، لكن دون أن يطلب إسحاق ربنا نجاه. وأول ما السكين قربت منه ربنا قال له لا تفعل شرا بالغلام وابعد إيدك، وورى له ذبيحة أخرى يعملها دون أن يطلب. الكتاب المقدس يورينا إزاي ربنا يعطي كثيراً دون أن نطلب، بل إنه يكلم البشر دون أن يطلبوا. ما فيش حد بيقول يا رب كلمني، لكن حدث إن ربنا كلم بعض البشر، كلم إبراهيم وكلم موسى وكلم أرمية، كلم ناس كتير. ده تواضع من ربنا إنه يكلم البشر دون أن يطلبوا. وفي العهد الجديد إدانا مواهب كتيرة، إدانا التبرير بدمه، وإن إحنا نولد من المعمودية ولادة جديدة دون أن نطلب، وإننا في المعمودية كما قال بولس الرسول لأهل غلاطيا إن جميعكم الذين اعتمدتم للمسيح قد لبستم المسيح، يعني لبستوا البر اللي في المسيح دون أن نطلب. بل إن الله لما خلقنا جعلنا على صورته ومثاله دون أن نطلب. هل كان آدم يقول له يا رب خليني على صورتك ومثالك؟ ده مستحيل، لكن دون أن نطلب. وما أكثر النعم اللي ربنا أدها لنا في العهد الجديد، وفي أسرار الكنيسة، وفي مواهب الروح القدس، مواهب الروح القدس الكثيرة اللي منها حتى التكلم بألسنة، وفي مواهب حكمة ومعرفة. كل ده دون أن تطلب البشرية شيئا من هذا الأمر. قصة تاني مثلا، إليصابات وزكريا ما كانش عندهم أولاد لغاية لما تقدموا في الأيام وشاخوا. ربما كل أمل إليصابات لو كان عندها الأمل ده أن يكون عندها ابن، لكن كون أن ربنا يخليها تنجب ولد هو أعظم من ولدته النساء، مش ممكن إليصابات كانت تطلب في يوم الأيام تقول له اديني يا رب ابن يكون أعظم من ولدته النساء؟ مستحيل.
لكن أعطاها هذا الأمر دون أن تطلب. نفس الوضع في اختيار الرسل، هل كان صياد زي بطرس واخوه يفكروا انهم يبقوا رسل؟ مستحيل. او يطلبوا ده؟ مستحيل. هل كان راجل في مكان جبايه زي متى يطلب انه يبقى رسول؟ مستحيل. لكن ربنا اعطى هؤلاء وغيرهم ان يكونوا رسلا دون ان يطلبوا. هل كانت امرأة أجنبية زي راعوث، ولا امرأة زانية مثل رحاب؟ هل كان ممكن واحدة منهم أنها تطلب أنها اسمها هيجي في سلسلة الأنساب المقدسة؟ مستحيل. لكن ربنا أعطاهم دون أن يطلبوا. أدام ربنا بيعطي دون أن نطلب، علينا أن احنا نكون في الوضع اللي ربنا يعطينا فيه دون أن نطلب، كما أعطى هؤلاء الأبرار. عشان كده السيد المسيح قال: اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وكل هذه تزدادونها. من غير ما تطلبوا تزدادونها. هذا لو أمكننا أن احنا نطلب إلى هذا الوضع، نصل إلى هذا الوضع اللي ممكن نطلب فيه ملكوت الله وبره. يقول لك بعد كده أنا هزود لك كذا وكذا وكذا. وما دام ربنا بيعمل كده، وربنا أعطانا أن نكون على مثاله، فمفروض أن احنا أيضا نعطي الآخرين دون أن يطلبوا. نعطي الآخرين دون أن يطلبوا. يكون قلبنا حساس نحو احتياجات الآخرين، وما ننتظرش لما يقولوا لنا احنا عايزين وعايزين وعايزين. يا ريت يكون عندنا هذا التدريب، أن نعطي الناس دون أن يطلبوا. ليس فقط أبناءنا وأقرباءنا، وليس فقط الواجبات العائلية اللي عندنا. الرجل الحساس يعطي زوجته دون أن تطلب، ويعطي أبناءه دون أن يطلبوا، ويعطي الآخرين يعني المحتاجين دون أن يطلبوا. ولما يكون واحد مدير لعمل يشوف الموظفين اللي عنده احتياجاتهم إيه دون أن يطلبوا، ما ينتظرش لما يقدموا شكاوى عشان ياخدوا حقوقهم، أو زي ما بيحصل في بعض المصالح يقوموا بمظاهرات عشان ياخدوا حقوقهم، إنما يعطوهم دون أن يطلبوا. نشوف كل واحد يحتاج لإيه، نشوف الدنيا ماشية إزاي، نشوف الأسعار ماشية إزاي، نشوف احتياجات الدروس الخصوصية ماشية ازاي، ونعطي الناس دون أن يطلبوا. ومن له أذنان للسمع فليسمع. نكتفي بكذا. Amen.
تفينيريا كني من اوني من ايكو شانت سوتن خني نوفي تيمونون اينانا تتشيت خريس مويسيس تيمت اوي بنت ملشي سيد تيمت خلو ينتي ياكو بينو غنان تيما سو سانا تيكت يتسوت انت دافيتي صوفيا انت سولومو بيبن مان برق ليتم في طفيشين يا بوستولوس كيسيفي اري بون خنم بطايرا كنفنيوت الطايوت نار شيرف سبابا واشينوتي نمن نيوت نيبس كوبس نيت كيني من Veta Eurovision nostro non san han mission rompine man se io in here nico in te se vi un no gasi ti ro sava si ten nocha la vien con me cristo serie con tu cane novi anni vol che nori in catave ne sti e noi criele i son kire flog i son emine smu e lo sti mi tani e con i vol gombi smu mahabbat allah al ab wa ni'mat ibni al wahid wa sharikat mawhibat al ruh al qudus تكون مع جميعكم امضوا بالسلام سلام الله يكون معكم ومع روحك ايضا وانتم ايضا تعطوني هدوءا دون ان اطلب إلى